الحمد لله التجارة كانت غادا شيء، إما تتعرف المد والجزر في المناسبات والأعياد الدينية وأعياد الوطنية والعطل المدرسية، وكانت التجارة غادا من الزهرة. والوقت ديال كوفيد راه حنا جوج كما قلت سابقا راه حنا ضرينا كما ضروا جميع الأسواق ديال المغرب، والدار البيضاء هي القلب والشرايين ديال المغرب. اللي جا للدار البيضاء وما جاش للقرعة ما تسمى بحال ما جاش للدار البيضاء يعني. وكانت انخفاض المعاملة التجارية بحكم أنا كعضو ديال الغرفة التجارة وكجمعية جمعية اللي ضمن ديالها واحد المجموعة ديال الإخوان أمناء ديال الحرف ضمن المكتب ديال الجمعية. يعني تيكون عندنا واحد النقاش اجتماعي ديال المكتب ولا كذا، واحد النقاش وتي الناس تيعطيو واحد المعطيات اللي تتكون مضبوطة واحد 90%. يعني تيقول لك اودي راه الوقت ناعسه ما كاين ما يدار هذيك، ولكن عبر التاريخ وعبر التاريخ ديال التجاره ديما شهر 12 وشهر 1 تيكون شي اما يعني لي بيلون ديال لي زامبو ديال الضرائب، تيكون الحساب الناس اللي تحاسبوا مع الناس اللي عاطينهم محلات مقابلينهم، يعني تيكون واحد شويه ديال الفتور ديال التجاره. التجاره في زمان كورونا يعني راه كما قلت قبيله راه وقفات ونعسات، ولكن حنا عندنا امال الله سبحانه وتعالى وفي النداء الملكي السامي ديال سيدنا الله ينصرو باعطاء التعليمات ديالو باش غادي يكون تلقي عما قريب، وغادي حنا وحنا الحمد لله غادي عندنا امال في الله سبحانه وتعالى وفي سيدنا وفي المسؤولين باش غادي يكون هذا التلقيح عنده ايجابيات بالنسبه للمواطن، والمدن يتلقوا وترفع الحجر الصحي على بعض المدن ويكون الرواج التجاري كما كان سابقا. كما قلت راه القريعه راه اساسيه في التجاره ديالها، يعني راه فيها واحد 30 حرفه تقريبا، شي 20 قطاع اللي تتمثل، يعني راه ما ساهلاش. يعني بحال السبت والحد راه تتكون اكثر من 15000 زائر في المناسبات والاعياد، يعني 2500 محل، كل محل فيه بين العمال وداكشي راه واحد العدد لا يستهان به ديال الزوار، ومضبوطه امنيا. يعني التجاره فيها غاده بواحد الاريحيه وواحد الانسجام وواحد التفاهم التام من جميع المكونات اللي تتمثل سوق القرعه والقطاع اللي تتمثل الاداره المحليه. كنا تنعيشوا حنا في شهر جوج بحال هذه الفتره هذه، عندنا الملابس ديال 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 الشتاء، اذا كيجي هذا المرض هذا كيوقع الكوفيرمون ما تيتحل حتى شهر 6، كتحل انت المحل ديالك في 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 ملابس ديال الشتاء، وانت مقبل على انت في الصيف، ماشي مقبل انت في شهر 6 حتى في الصيف. كان واحد كنقول لي حنا كنقول لك كان واحد شي حاجه اللي ما ماشي في صالح التاجر. ثلاث شهور تساد ما تتبيع ما تتشري، عندك السلعه ديال الشتاء، اللي عندك شي فلوس جامعه تاكلها، ماشي تبقى غير تخدم للصيف. الصيف حتى المحلات ما بقاش بنادم تيثق، ما بقاش تيخدموا بداك الكونتيتي اللي كانت، هو انسان غايب البركه وصافي. كاين خساره، كاين شي اكثر من 50%، ولكن انسان كيقول لنا حنا الطبيعه ديالنا كنعيش كنقول الحمد لله وصافي. الاجواء كانت عندنا قبل كورونا الحمد لله كانت غاده الاجواء مزيانه، وملي سدات مع الاجواء تاع كورونا وداك السيت ازمات قاعديه شويه، ولكن الحمد لله الناس تاع الجمعيه وقفوا ساندوا قرعه الحمد لله غاده تطبع بعد الاجواء بحال ما كان غاده مو كورونا شويه مقاس الاجواء كما كانت السحاب هذه، ولكن شويه دابا خطوه كما تقولوا غاده تطبع القضيه. دابا من الاحسن غاده من الاسوء غاده تطبع الاحسن، هذاك السي بي كاين. اللي باغي تقول قضيه مع احبابي كاين اجواء فهمتي، كل اجواء تسمح بنادم يدير قضيه، كاينين كمامات كاين كوسي اجواء تاع السلعه موجوده صيفيطات اي حاجه بغاها بسوق القضيه راه موجوده، يعني صغير كبير كما كان سوق القضيه معروف بهذه السياده بلا ما احتاج انا نقولها، سوق القضيه معروف عالميا.